يعني حاجة خفيفة طبعا، بما ان طبعا احنا قفلنا المطعم بعد خسائر كتيرة، فالمرة دي بس هنعمل شوية يعني بيض كده بعد السمعة الفاشلة اللي جتني ولا برا الأكاديمية، ده حقيقي فعلا. والشيء اللي حرق المطبخ الأستاذ هذا والخسائر اللي خسرناها بس، فهيبقى حاجة بسيطة يعني، هو بس شوية بيض كده بالليل، ولو في اوردرات جت لنا نزود بيض يعني هو بيض عامة النهاردة اليوم. عصير ليمون فريش وسلطة. سلطة، ركز على السلطة. نركز على السلطة. حط في مية اعمل. شغل السباتيك. مش هو السلطة انت بقى؟ تحت هيك، ما تنفع بقى تغير. شاور. نعم. ما هو ما فيهوش فطر اصلا، بس هي بنكهة ال مع هذا مع مين؟ لا لذيذة دي. يلا اوكي. ها دي ولا دي؟ قول. والله نجرب دي النهاردة ونجرب دي بكرة؟ أنا جربت هذه بطلة. معك شرب ليمون؟ ايه؟ معك. حرام باظت المقلاة. لا 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 ما عامل فيها امبارح. مش شكشوكة، نحن شكشوكة على شيء ثاني، شكشوكة حطوا فيها الخضرة. صوت مروان على 11. بس هنا طيبة يعني. والله لذيذة طيبة. كتير. كنترول، الناس كلها مبسوطة من الشوربة. اوكي؟ ومبسوطين من البيت، والسلطة بتاعت علي. اوكي؟ الحمد لله. افتتاح يعني أول يوم افتتاح الحمد لله نجحنا. كنترول أنا مش راضي على السلطة تبع علي. لا. حبيبي ولا على التقديم يا مدير. شايفين فتاة الطماطم قد إيه؟ شايف الديكوريشن اللي هو قلب قلب قلب. المطعم اللي اتقفل آخر مرة بتاع عباس وعلي. محروقات علي وعباس. محروقات علي وعباس. هتكلم النهاردة عن السلطة بتاعت علي. السلطة خطيرة 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 بصراحة يعني. ترى السلطة كلها ليمون، أنا باكل ليمون مش خيار وطماطم، واترك الباقي الأخ نسيم. بالنسبة للمطعم جديد بعد الافتتاحية، أنا بشوف أنه ما كانش المستوى، لأنه الشكشوكة اللي قدموها كانت أول شي باردة، ثاني شي كانت ناقصة ملح. لا حرام، لا كانت ناقصه ملح، كانت ريحتها زنخه تبع البيض. الله امي ربنا. اكلت الاكل كله، انت خلصت طبعا الشيشه في الاخر تقول لي بارد وما فيهوش ملح وبارد وما فيهوش ملح وطعمه زنخ. بس انك هتستمر وتطلع على نفسك. شو زي دي شيء مش طبيعي على السلطه. حرام تبذير يعني. اذا قصت الطماطم هيك حرام. مايك احسن مايك. أنا أطالب بغلق المطعم حالاً.